غريب أنت، تشعر بالعجز رغم أن الله سبحانه وتعالى معك، تشعر بالعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز، عندك رب يمسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، ألا يستطيع أن يمسكك حتى لا تقع على الأرض؟ عندك رب ينسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ألا يستطيع نسف همومك؟ عندك رب ألان الحديد لداود عليه السلام وألنا له الحديد، ألا يستطيع تليين ظروفك الصعبة؟ عندك رب يقول لشيء كن فيكون ثم تحجز بعدها. أكثر من دعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز، واستعن بالله ولا تعجز.